انخفاض طفيف في أسعار الذهب. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في اقتصاد والتي نستعرض لكم فيها أسعار العملات والمعادن النفيسة وأبرز أسعار السلع الأساسية في السوق الليبية لهذا اليوم. ونبدأ كالعادة جولتنا بأسعار العملات بداية من سعر الدولار والذي استقر على 6 دنانير و260 درهما، فيما انخفض سعر اليورو إلى 7 دنانير و600 درهم. أما الجنيه الاسترليني فانخفض هو الآخر إلى 8 دنانير و660 درهما. أما الدينار التونسي فاستقر على 2 دينار و300 درهم. إلى أسعار المعادن والتي شهدت انخفاضا في جلها، نشاهد هنا الذهب 24 انخفض إلى 250 دينارا، أما ذهب من عيار 21 فانخفض إلى 219 دينارا، فيما الذهب 18 هو الآخر انخفض إلى 192 دينارا، واستقرت الفضة على 2 دينار و350 درهما. إلى أسعار الغذائية والتي كالعادة تشهد استقرارا تاما في أسعارها، فنشاهد هنا سعر كيلو كسكسي ب 3 دنانير و1/4 دينار، ونصف كيلو معكرونة دينار و750 درهما، والأرز على 3 دنانير و1/2، وزيت الذرة 3 دنانير و75 درهما. أما أسعار اللحوم فنشاهد هنا لحم الخروف فارتفع إلى 35 دينارا، وانخفض سعر البقر إلى 28 دينارا، وانخفض الإبل أيضا إلى 26 دينارا، وارتفع لحم الدجاج إلى 11 دينارا و750 درهما. بالانتقال إلى أسعار المواد أو إلى أسعار الخضروات، ونشاهد هنا استقرارا في سعر البصل الذي استقر على 2 دينارين، والبطاطا على 1 دينار، واستقرت أيضا الطماطم على 2.5 دينار، وارتفع سعر الخيار إلى 5 دنانير.